هذا يسأل عن الذهاب للرقية عند بعض الناس. الرقية التي هي القراءة على المريض من القرآن أو من الأدعية الشرعية لا بأس بها، ولا بأس أن تذهب إلى رجل يقرأ القرآن ويدعو بالأدعية الشرعية على المريض، هذا لا بأس به. أما الرقية التي معناها الاستعانة بالجن أو الشياطين أو الرقية التي فيها شرك، هذه حرام، ولا يجوز الذهاب إلى من يعمل هذه الرقية الشركية. نعم.